احنا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية، ودائما احنا ما عندنا شك ابدا بمحبة الاهل لابنائهم، وكنا دائما نتذكر من خلال تعاملنا مع اهلنا قد كانوا حريصين انه يكونوا متابعين لنا بجميع مراحل حياتنا، مو بس بمرحلة الطفولة. ومين منا ما سمع من اهله جملة نحن سعادتنا بتكمل وقت نشوفك بافضل حالاتك، ان كان الثقافية العلمية وحتى الوظيفة والاجتماعية، هاي من ناحية. ولكن بالضفة الثانية في أهل كمان اليوم ممكن يكون في عندهم وجهة نظر أخرى، دائما عندهم تقييد لحريات أبنائهم، بيحاولوا يقرروا عنهم، بيحاولوا هنهم يحددوا رغباتهم. يعني مثل الأهل بيقولوا سعادتنا بتكمل بنجاحكم، في أهل بيقولوا اليوم نحن منعرف نفكر أكثر منكم ونحن منعرف نقرر عنكم صح، فكيف إذا كانت هذا القرار بمرحلة كتير حساسة من العمر؟ صحيح رشا، خصوصا أنه هاي القرارات ممكن تترك أثار سلبية كتير على شخصية الطالب، وخصوصا هو أكيد رح يكون مرحلة حساسة، فما رح يعرف وما رح يكون راضي أبدا عن الاتجاه يلي أهله اختاروا له. ممكن هو يكون عنده إبداعات تانية، انتماءات تانية حول مجالات تانية بعيدة تمام البعد عن الاختيار يلي أهله اختاروا له يا بخصوص التخصص الجامعي، ممكن يفشل فيه والأهل كمان يحطوا كل اللوم على طفلهم أو الطالب أنه هو ما نجح هون، وما يعرفوا يقدروا الحالة انه هو ليش ما نجح هون، ليش فشل، ما رفعنا راسنا، ما بيضلنا وشنا قدام العالم، نحن بدنا اياه يصير دكتور. ممكن هو يكون حابب يطلع مهندس او محامي او فنان حتى. اليوم رح نحكي ونناقش بهذا الموضوع اكثر مع حول اختيار اكيد التخصص الجامعي المناسب للطالب وبين رغبة الاهل، كيف ممكن يقدروا يوازنوا بين هاي الامور. معنا اليوم الدكتورة شفاء صفوان. وهي اختصاص صوان، وهي اختصاص اجتماعي اسري، مو بناتنا حرفة. يا اهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحكم يا اهلا. يسعد صباحك دكتوره، ونورتي صباحنا بهالالوان الحلوه والطاقه الحلوه. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء اليوم الدكتوره مو بس تخصص بجميع، خلينا نقول بدنا نحكي اليوم عن الطفل او عن الاسره والاختيارات. اليوم بتحكي طاقه والوان بس بحلقات اخرى اكيد ان شاء الله بنحكي فيها. اليوم بنحكي عن فتره حساسه جدا بعمر الشباب، يعني وهي اختيار التخصص الجامعي المناسب، إن كان لقدرات الطالب وإن كان ما بين رغبة الأهل وبين قدرات الطالب. تماماً. هلأ دائماً الأهل لما بيكون عندهم وعي كتير عالي من هو وصغير الطفل بيعرفوا شو بده، يعني بيشوفوا ميوله، مثلاً أوقات بيحب يكسر ألعاب ويركبها، بيحب يفكفك قصص، بيحب يلون، بيحب يرسم، بيحب يحسب رياضيات كتير، عنده مهارة الحساب، عنده مهارة الرسم والهندسة، فبتبين هي بالطفولة. بس لكن هلأ وقت يوصل لمرحلة مثل البكالوريا وبده يفوت على الجامعة، ضروري كتير إنه نعرف هو شو بيحب وشو الاحتياجات تبع هي المنطقة. مثلا يلي مثلا ساكن بمنطقه فيها بترول يمكن احتياجاتها بترول، يلي ساكن بمنطقه فيها طاقه شمسيه احتياجاتها طاقه شمسيه وهندسه وكذا، يلي ساكن بكل العالم هلا الكمبيوتر والانترنت هلا هي شغله عالميه، يعني وهي يعني من الاشياء الاولى بالعالم، الطب، الزراعه كمان، الهندسه الزراعيه، كلها اشياء لا غنى عنها، لكن قد ايه انا بحبها، قد ايه انا مولع فيها، قد ايه انا مثلا عندي اهتمام بالطبيعه، بالحيوانات، قد ايه عندي اهتمام بالاشجار، قد ايه انا بحب هاي التفاصيل الصغيره. دائما اذا شجعنا الطفل ليش؟ لانه لما بيساوي شيء بيحبه وهذا الشيء مربح له. ودائما الابتكار، يعني دائما الدراسه التقليديه ما بتعطينا نجاح، دائما الخروج عن المالوف، اني يعني انا طور اقرا، لانه هذا العالم هلا بكبسه زر فيك تجيبي اي معلومه، فيك تطوري حالك، فيك تساوي اشياء كثير، فيك تتواصلي مع جامعات تضيف لك اكثر من الجامعه اللي انت عم تدرسي فيها مثلا. ففي كثير خيارات واسعه جدا ما نحددها ونحجمها لطموحنا كاهل قدام طموح اولادنا اللي هو بجوز يختلف عنا تماما. خلينا نحكي اوقات بيتم تجاهل الاهل تطلبات الطالب او لقدراته، بيتم تجاهلهم نهائيا وبصير هنن بدهم يصنعوا كائن على كيفهم تماما، مثل ما هنن بيحلموا او مثل ما هنن بيسمحوا بيصوا طموحات هذا الشخص. خلينا نحكي عن تدخل الاهل هون، امتى بيكون ايجابي وامتى بيكون سلبي؟ يعني كمان ما بدنا نحكي انه ما لازم يتدخلوا ابدا. هلا ايجابي لما انا بقول له شو الايجابيات بالفرع اللي هو بده يفوته، شو الاشياء اللي رح يكسبها بهذا المجال، شو الناس اللي ممكن
نعرفهم عليك لحتى تطور مهاراتك، شو الفرص يلي ممكن تتاح لك بسوق العمل يلي انت رح تفوت فيه. نفس بالمقابل ممكن اذا اهل كانوا متعصبين او انه عقليتهم ان بدك تصير مثل ما انا بدك تدرس مثلا بكالوريا علمي، انا بعرف تجربه شخصيه، يعني صديقه الي جبرت ابنها 3 سنين يدرس علمي ورسب 3 سنين، لما قدم ادبي من اول سنه نجح. الفكره ما نجبر اولادنا لانه هو حيعيش بعذاب، وهو دائما كان يشكي لي انه انا امي ما عم تلبي احتياجاتي، امي ما عم تفهمني، انا دمرتني يعني. فبيوصل الطفل او الشاب للدمار. لا ليه انا بكون داعم، انا بكون بساله اكثر، بعرف اكثر، بشوف انه افضل فرصه بالجامعات اكثر، انه افضل فرصه لسوق العمل اكثر، انه الشيء اللي قريب لرغبته وحبه كيف انا، لانه انا لما الافضل شغل اللي بتشتغله هو بتشتغله بحب، انك انت كانك بتحس حالك انك ما عم تشتغل، استمتع. هو طموحك، ايوه موهبتك، الحب، الشيء اللي انت فيك وتطلع فيه مال وتحقق ذاتك، وبنفس الوقت انك انت كمان تكون عم تلبي احتياج للمكان او المنطقه الناس اللي هي محتاجتها يعني. اكيد. بس دكتوره خلينا هيك نجتمع على او على نقطه، نتفق على نقطه، اختلاف وجهات النظر ما لا يفسد للحب قضية. يعني دائما احنا مجتمعين انه الاهالي بكلتا الحالتين هي عاطفة ابوية، يعني عاطفة اهل، حقهم اليوم انهم يحلموا. في ناس بتقلك انا ما قدرت احقق حلمي، انا حابة اشوف هذا الحلم ضمن ابني يعني. تمام. فاليوم العاطفة موجودة، يعني احيانا الطفل او الشاب بفكر انه انا اهلي ليش هيك عم بيعاملوني، ممكن يروح للمشاعر السلبية. اليوم وقت عم نحكي عن تخصص جامعي في كتير شروط مفروض ننتبه لها، واهم شيء اليوم سوق العمل وخاصة ضمن هي الظروف. خلينا نحكي اكثر عن المعايير المفروض نحن ننتبه لها أثناء اختيار تخصص الجامعي. هلأ في ناس بتقول بتوقف عند العلامات، أنا بصراحة أنا ما بطلع على قصة العلامات، طلع أنت شو بتحب، شو الأقرب إلك بالنسبة للعلامات اللي أنت جبتها، سجل بالشي اللي أنت هلأ كسبته، إذا أنت حابب تعيد مرة تانية أو حابة تعيدي ردي عيدي، بس بشرط أنك أنت تسجل ما تروح عليك سنين. في مثلا بدك تسافر من محافظة لمحافظة كمان مو غلط، يعني المهم أنه لرغبة في الطموح. دائما في أهالي أنه لا ليش يسافر سنة، لا خليه قدام عيننا، في بصير قصص، ما بعرف نخاف على ابننا، وكتير بيروحوا عليهم فرص وبعدين بكتشف فيما بعد بيردوا بيحطوهم بيروحوا بسبب علاماتهم كمان بيروحوا على الجامعة هي بيسفروهم سنة وبيرجعوا. يعني الفكرة لا توقفوا قدام طموح ولادكم وثقوا فيهم، مدام أنتم مربينهم صح، في مسؤولية حملتوهم مسؤولية، فهنن أكيد رح يبدعوا بهذا المجال اللي هنن فاتوا رغبة، ما فاتوا أنه يعني مجاملة. وقصة فكرة أنه كرمال العالم، كرمال العالم تشوف ابني شلون صار، أو كرمال هون، هي الشيء بيأذي الطفل دا أو الشاب داخليا. صحيح. أو الصبية، لأنه أنا عم قله أنه أنا رضا العالم هو الأساسي، مو رضاك عن نفسك، مو رضاي عنك، أنا بحبك بغض النظر شو الفرع اللي أخذته، شو العلامة اللي جمعتها، شو الشيء اللي أنت مثلا بتحبه. بجوز الأهل بيحبوا الطب والهندسة وكذا، هو بيحب الفن والموسيقى، بيحب الرسم، بيحب مثلا الزراعة، بيحب يبدع بمجال الزراعة. كل المجالات بالحياة هي مجالات حية إذا أنا عرفت أني استثمرها وعرفت أني أنا أبدع فيها وما أكون شخص تقليدي فيها. طيب لنفترض الطالب أو الطالبة ما حصلوا على العلامات اللي بتأهلهم لاختيار تخصص جامعي مناسب أو يكون بيرضي كمان الأهل بنفس الوقت، هون شو الحل؟ شو ممكن يتصرف الطالب أو الأهل؟ تمام. هلأ العلامات مو مؤشر نجاح، لأنه بيجوز بمر بظروف معينة، بيجوز في أشياء معينة مرت عليها، فهو مو مؤشر لأنه بس ممكن نجاح تأهل لدخول تخصص. تماماً. عالي. هلأ أنا إذا كان علاماتي ما بتأهلني لهذا التخصص، شوف معهد، شوف ادرس أونلاين، اطلع منحة دراسية برات البلد، يعني شوف أنه إذا منح بتدعم الشيء اللي أنا بحبه مثلا. فما حدد حالي بالمكان، لأنه في كتير أشياء وفرص. نحن أوقات لما بنكون الإنسان لما بيحزن أو بيزعل أنه ما جاب علامات بيبطل يشوف بيبطل يشوف الشغلات أو الفرص اللي ممكن تكون له عنده بالحياة. فدائما افتحوا بواب، افتحوا فرص، في كبسة زر، فيكم تبحثوا عن مواقع، عن جامعات، عن معاهد بقلب البلد أو برات البلد، بفرص مثلا ممكن أنك تشتغل مع حدا. يعني أنا إلي صديقة اشتغلت عن طبيب أسنان مساعدة، هلأ عندها خبرة أكثر من طبيبة أسنان درست 5 سنين 6 سنين فيما بعد إذا طورت حالة يعني. بس الفكرة أنه قدين إحنا الممارس غلب الفارس، يعني دائما الإنسان لما بيمارس شيء معين فهو بيقدر أنه يكون خبير فيه. يعني في كتير ناس درسوا مهن بعمر صغير أو فاتوا درسوا الكمبيوتر أو هيك شغلات بعمر صغير وأبدعوا وصاروا ناس عندهم محلات وعندهم شركات. صح. فدائما
مو الاوقات حتى فوتتنا لجامعه معينه مو هي معيار، لانه انا والله اني انا بدي ارضي مجتمعي، انا ارضي ذاتي وارضي نفسي وكون يعني الاول بالمجال اللي انا اخترته وحبيته لحتى ساعد نفسي والاخرين كمان، حقق ذاتي طبعا. هون النقطه دكتوره، كثير مستضيف ضمن صباحنا غير يعني اليوم حالات عن عبرت عن كلمتك ارضاء الذات وارضاء الغير، يعني اطباء اسنان، كوتش رياضة، فتح نادي رياضة، وتارك يعني هو درس مرحلة صار دكتور أسنان، لبى رغبة أهله، عطى الشهادة لأهله تماما. من الأسبوع الماضي كان معنا حدا فنان مسرحي وهو مهندس اتصالات، يعني قال لي إن أنا هي رغبة أهلي كانت يعني، بس أنا مو يعني ناله حرام كمان اليوم شهادتك، قال لي لا أنا هاد طموحي وهاد شغفي وأنا حأنجح هون يعني. فكتير مفروض نحن ننتبه لهي القصة، يعني حتى لو كنا اليوم بدنا نراضي أهلينا بناحية ما، ولكن نحن عم نخسر تماماً. سنين عم بتروح، يعني فينا نحن نصنع فيها شيء. أحيانا بيضيع الطالب إنه أنا شو بدي سجل، بشوف رفيقتي، بشوف قرايبي، بحتار يعني إنه أنا ما عندي هدف اليوم أو ما عندي ميول لاتجاه معين، فبوقف شوي إنه أنا شو ممكن سجل هون، الطالب شو ممكن يعمل. أنا بشوف شو اللي بسوق العمل بده إياه، شوف أنا شو بحب، شو طموحي، شو أنا بدي. يعني ممكن أنا طموحي طيار أدرس هندسة ميكانيك، أدرس طيران، فبس مثلا ما معي مال، شوف منح، شوف فرص، شوف كذا. أنا كتير هلأ بعرف شاب بدنا نعرف كيف طريقة، صرت عم نبحث لسه عن أنه كيف بده يصير هذا الشاب طيار، هو هلأ بالبكالوريا. فالفكرة أنه، وأنا دائما بقول له فكرة أنه أنت لو كان بده مال كتير أو كذا، أنت لا تفكر بقصة المال، فكر بقصة أنه طموح بدك تحققه كيف وشلون، ما تسأل، لأنه الله حيبعت لك الظروف يلي هي تساعدك وتدعمك بأنك تحقق الشيء اللي أنت بدك إياه. طبعا ما في شيء اسمه صدفة، في شيء اسمه بحث، في شيء اسمه اجتهاد، في شيء اسمه رغبة قوية بتحقيق هذا الشيء. فبتجينا دائما الفرص لا تأتي إلا لمن هو مستعد لها. أنا مستعدة لهي الفرصة، رح تجيني هي الفرصة. أنا مالي مستعدة وماشية هيك على التوكل، فأنا اي شيء بالحياه بيجي لعندي فانا رح اقبل فيه. فدائما اللي عنده، دائما انا نصيحه للطلاب، شوف انت شو بتحب. بتمنى انه مثلا لما الاهالي بالصيف يعني يخلوا اولادهم يشتغلوا باماكن كتير، يعددوا الاشياء اللي هن بيشتغلوها لحتى يقدروا يعرفوا حالهم شو بدهم، شو حبوا اكثر، لمين ميولهم صار اكثر، بيحبوا الهندسه، بيحبوا الطب، بيحبوا الرسم، بيحبوا الفن، بيحبوا الموسيقى. يعني كله شيء يدعم المجتمع، وكله شيء يرتقي بالانسان، كل شيء بيرتقي بالانسان وبيضيف قيمة مادية أو معنوية للناس، فهذا الشيء نحن بحاجته يعني. هذا هو الاحتياج اللي نحن ندور عليه. كنا يمكن رشا قصدك أنه عن تأثر الشخص بأصدقائه أو بالحولة، أنه أنا اليوم ماني رفيقي هيك بده، أو بتروح مع رفيقي على الجامعة يعني. يعني بنشوف أشخاص يعني متأثرين حتى مو بس بأصدقائهم، بأفراد عائلتهم. يعني أنا بدي أطلع قائد مثل أبي، أنا بدي أطلع معلمة مدرسة مثل أمي، أنا بدي أطلع دكتورة مثل أختي. هلا هدول أحلام طفولة كنا نقولهم يعني. أحلام طفولة ممكن تكبر مع الشخص ويصير فعلا الطفل، إن كان صار شاب يصير قائد مثل أبوه، البنت صارت صبية تصير دكتورة عن جد مثل أمها أو أختها أو متأثرة بحوالها. بدنا نعلمه المسؤولية أكثر من قصة التعلق. يعني التعلق دائما الشاب بهذا العمر بيتعلق بأصدقائه أكثر ما بيتعلق بأهله. فنحن نخليه يتعلق بطموحه بأهدافه. فأنا لما بيتعلق بأهدافه ما بيصير رفيقه بيجره لنفس الفرع اللي هو أقوى منه شخصيته أو كذا. هذا التأثر صح ولا غلط؟ لا، هذا التأثر لما بيكون إيجابي بالدراسة صح، أما لما بيكون أنا مو اختصاصي وما بحب هذا الشيء لا غلط، لأنه أنا رفيقي مسجل فيه مشان أتونس فيه لا أكيد غلط. نعمل شلة على الجامعة تماما. بس هذا الشيء لأنه حيلاقي، أنا دائما بقول الكون في وفرة، رح تلاقي بالفرع اللي أنت بتحبه اللي حبيته واخترته ناس بيشبهوا ميولك، بيشبهوا طموحك، رح تلاقي افكار غير افكار. يعني احنا اصدقائنا من 10 سنين غير اصدقائنا يلي بعد 10 سنين من هلا، لانه على هو المرحله الوعي اللي نحن بنمر فيها. فانا لما بقوي عند ابني الوعي المسؤوليه تجاه ذاته تجاه الشيء اللي هو بده يختاره، فهو لا ما حيختار يروح مع رفيقه، رح يختار شيء هو بيحبه وهو في مصلحته، يعني في مصلحته وفي مسؤوليه تجاه نفسه وتجاه المجتمع كمان. اكيد اليوم الاهالي بالنهايه بنرجع بنقول المحبه والعاطفه، واليوم نجاح الشاب او الصبي هو نجاح للعائله النهاية. واليوم عم نشوف بسؤال أخير دكتورة، اتجاهات عم تروح لسوق العمل للاختصاصات اللي فيها ماديا بعدين. اليوم عم نشوف الناس عم بتروح
قسم التجميل، اختصاص التجميل. انت مع اليوم تحديد الهدف المادي قبل العلمي؟ لا ابدا، انا مع تحديد الهدف دائما. انا لما بساوي شيء انا بحبه راح تجيني المصاري راغمه، اما لما بساوي شيء هدفي منه اني اخذ بس ماده بصير تاجر، بصير بس اني انا بدي اكسب على حساب على الم العالم وعلى تشويه العالم وعلى الاساءه للنفس والاساءه للاخرين. كل شيء يتلاعب مع الفطره نحن معه، كل شيء لا يتلاعب مع الفطره انا بنصح ابني انه لا ما تكون معه. كل شيء بيخلي الحياه اغنى اجمل افضل على طبيعتها وعلى فطرتها انا معه. كل شيء بيساعد العالم، انا مثلا لما بخلي ابني يفوت، بنتي لما بتفوت طبيبه نسائيه انه عم تساعد الناس والارواح لحتى تنجو لحتى تطلع بسلام. انا لما بقول لبنتي طبيبه اسنان انا عم خفف معاناه او الم العالم، انا لما في تشوهات معينه بالاسنان او بالفك. اما هي انا بصراحه ما بلاقيها تجميل لما نفعل لما بيكون الانساني على المادي غلط هذا الشيء يا رشا. انت سؤال جدا مهم. لا صحيح، يعني احنا فقدنا للاسف يعني اليوم كثير بنشوف حالات، مع احترامنا لجميع الأطباء، يعني ببعض المواقف يعني كان الأمور المادية يعني هي اللي بتحكم، هي بتحكم وهي الأهم بحياتهم. نشكرك اليوم دكتورة شفاء صوان، أخصائية اجتماعية أسرية، أهلا وسهلا بحضرتك. خليك هيك على طول دائما بطاقة حلوة. تسلميلي، الله يسعدكم ويسعد صباحكم. حلو، يسعد صباحك. دائما إيجابي وحقيقي ورايق وفطرة مثلكم. شكرا، بقية نهار سعيدة لك، وأهلا وسهلا فيك.